دايركت اند انفرس ريليشن. هقول لك على حاجه، لما انت مثلا معاكي عربيه بتمشي بقى بسرعه جدا، يعني زودتي في السرعه هتلاقي خلصتي مسافه اكبر. يعني انت لو مشيتي بسرعه اكبر هتلاقي مشيتي مسافه اكبر، مشيتي بسرعه اقل هتلاقي مشيتي مسافه اقل. قال لك اه يعني معنى كده ان الفيلوسيتي بارز، الفيلوسيتي ايه؟ بارز دايركتلي از ديستانس. يعني ايه بارز دايركتلي؟ يعني بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض، يعني دي تزيد دي تزيد، دي تقل دي تقل. فقال لك بدل ما نكتب الكلمه دي كلها الفيلوسيتي ممكن نرمز لها بدي، وكلمه بارز دايركتلي از دي هنرمز لها بالرمز ده، عامل زي الانفينيتي كده بس مش مقفول من هنا، والديستانس دي بس. خلاص على كده تمام. طيب لو جينا بصينا لدرجه الحراره والضغط هتلاحظ حاجه، انت بتدرسيها انت في الساينس ولا مش عارف السوشيال، ان لما درجه الحراره تزيد الضغط يقل، تاني في الجغرافيا يعني تاني. المهم يعني لما درجه الحراره تزيد الضغط يقل، درجه الحراره تقل الضغط يزيد. فمعنى كده ان التمبريتشر اللي هي تي فارس temperature، يقول لك فارس inversely as pressure. طب هنختصرها ازاي؟ قال لك التمبريتشر تي فارس inversely as، برضه هنعمل نفس العلامه دي بس هنقول 1 اوفر، 1 اوفر مين؟ pressure تمام. طيب قال لك بقى ان معنى في فاريز اس سي دي يعني معناه الفي ايكوال نمبر تايمز الدي، يعني ممكن تكون ايكوال 3 دي، الفي ايكوال هاف دي، الفي. فقال لك من الاخر هنقول عليها ايه؟ في ايكوال ام دي. طب دي معناها ايه؟ دي فاريز از 1 على دي. قال لك دي معناها ممكن تلاقي مثلا التي ايكوال مثلا 3 اوفر دي، التي ايكوال 50 اوفر بي، رقم اوفر بي يعني خلاص. وبناء عليه قالوا ممكن نقول ان التي ايكوال ام اوفر بي. فطلعت من هنا بقى الرولز بتاعت الدايركت فاريشن والانفرس فاريشن، اللي هي ايه بقى؟ بتقول ايه؟ بتقول صور بسيط ان بيقول لك if y varies directly as x، فده معناه ان y equal mx. يعني كده بحاول علامه الفارس دي equal m واكتب x. ولكن اذا y يبقى ده كده دايركت، لكن لو y varies inversely as x بس الاز اكس هتتكتب كده بقى، فده معناه برضو ان الواي ايكوال بس مش ام اكس بقى، لا ام اوفر اكس. طيب قال لك ده معنى. المعنى الثاني وده نستخدمه احنا بنحل في التمارين برضو هيجيبوه لنا ساعات، بيقول لك ان لو خدنا واي 1 اوفر واي 2 هنشوف ايه معنى الكلام ده، ايكوال اكس 1 اوفر اكس 2 ده في الدايركت. طيب في الانفرسلي يقول لك y1 over y2 equal x2 over x1 معكوسه. بص هنا 1 2 1 2، هنا بص 1 2 2 1. هنشوف امثله على دول على الانواع دي او بتيجي ازاي على دي اسئله تمام. يبقى ده كده دايركتلي وده كده الايه؟ الانفرسلي. كومباريزون ما بينهم كده يعني عشان ايه؟ نبقى عارفين. لو خدنا اكزامبل زي هتبين لنا القصه ماشيه ازاي؟ عشان بس نبقى ايه؟ يجي بقى يومين دي ايه؟
او السؤال بيجي ازاي في الامتحان على الدرس ده عامه، يقول لك اف واي، بس لازم تركز عشان تديك مثال تمرين. اف واي فيرس دايركتلي از اكس اند واي ايكوال ايه وين اكس ايكوال 2. يجي السؤال بنفس المنظر كده، اول حاجه يقول لك فايند ذا ريليشن بتوين y and x. نمبر 2 ممكن يقول لي find y when x equal 3، وممكن يقول لي بدل دي يقول لي find مثلا x مثلا، او خلي دي x equal 30 مثلا، find x when y equal اي حاجه مثلا 24. ماشي، انا بحل ازاي؟ هي المساله دي بتيجي كده في الامتحان بنفس المنظر ده ونفس الاسطمبه دي ما بتتغيرش. باجي انا قايل له كده، انت عندك y بارز مع x، قام قايل له يبقى y equal mx، وعملت البارز محولها لايكوال m، وهنبروز الريليشن دي كده ونسيبها. طب وبيقول لي فايند ذا ريليشن بتوين واي اند اكس، طب ما هي دي، ما هي ريليشن يعني ايكويشن، طب ما هي دي ريليشن فيها واي واكس اهي. قال لك لا، فيها واي واكس وام، احنا عايزين نخلص من الام ده نطلعه بنمبر. فام اديكي معلومه، قال لك ايه؟ قال لك الواي ب 8 لما الاكس ب 2، عشان تتعوضي حطي بدل الواي 8 حطي بدل الاكس ب 2. طيب 8 ايكوال ام تايمز 2 بتوين واي. طب ما نودي ال2 دي بالديفايد تاني، يعني ايه الديفايد 2 يبقى اما هتطلع بكام؟ ب4. انا كانت مشكلتي عشان اجيب الريليشن انها لازم تكون ايه؟ هي بين واي واكس، انا مش عايز ام في الموضوع، مش عايز ام في الموضوع. طب احنا جبنا الام ايه ب4؟ خلاص نرجع نقوم حاطينها هنا كده، هنا في الريليشن دي. يبقى اول مطلوب مني اللي هو ريليشن x and y او y and x او y equal m x، بدل ال m دي هكتب ايه؟ 4. يبقى دي الريليشن بين x و y. الريليشن بين x و y يعني ايه؟ يعني ال x وال y هم بس اللي variables او هم اللي letters، ومفيش معاهم letters تانية خالص في المسألة. يعني معهمش لا m ولا a ولا b ولا اي حاجة، انما دي كانت مشكلتها ان هم معاهم m. فهو اداني الفاليوز دول عشان اجيب الام، فكده الام ما عادتش موجوده بقى مكانها فوق، وبقت هي دي الريليشن. بعد ما جبنا الريليشن دي اي حاجه انت عاوزها نعوض فيها ونجيبها. يعني هو طالب مني ايه؟ فايند واي لما اكس ب 20. خلاص مع واي ايكوال 4 هعوض عن اكس ب 20 ونطلع الاجابه ايه دي. طب المطلوب التالي فايند اكس لما واي ب 24، ماشي معوض برضه y equal 4x، اللي هي الريليشن دي بقى ال y بكام؟ ب 24 حط ده ونودي دي بالديفايد يبقى x equal 6. بس سهله ولا صعبه؟ سهله. ما فيهاش حاجه غلط، كلهم ماشيين بنفس السيستم ده. يعني اصور دي وناخدها لو جت ايه؟ انفرس، نفس المسألة بس عملها لك انفيرس. ركزي عشان انت تحل عليها. انفيرس وممكن يعملها لي اكس بار 2 مثلا عادي، يعني ممكن يقول لي اكس بار 2 عادي جدا. ماشي؟ طيب الحل هيبقى ايه؟ هشتغل نفس الشغل. هقول له انت بتقول لي y بارز مع 1 اوفر x بار 2، يبقى y ايكوال من الاخر كان ال1 ده بيتحط مكانه ايه؟ دي ريليشن حلوه وزي الفل، بس مشكلتها ان فيها m، مش عايزين m، عايزينها بين y و x بس. خلاص هيديني معلومات عشان اجيب الام.
قال لي مثلا الواي ب 8 لما الاكس ب 2، انا هتعامل ادالك على نفس الارقام يعني مش فرق. الواي باكس لما بام ب 8 الاكس ب 2 يعني هتبقى 2 باور 2. طب ما هو 2 باور 2 ب 4، او معنى صح انا عايز اجيب الام، احنا عارفين طالما دي اوفر ودي دبل تايمز يعني. يعني اعملي 8 تايمز 2 باور 2 هتطلع 32. خد الام حطه هنا، يبقى اول مطلوب الريليشن هتبقى واي ايكوال بدل الام كتبنا ايه 32 اوفر اكس بار 2، ده المطلوب الاول. طب ايه المطلوب بعد كده؟ فايند واي وين اكس ب 20، مفيش مشكله واي ايكوال 32 نقعد في الريليشن 20 باور 2 ونطلع تطلع مثلا 32 اوفر 4. المطلوب الثاني y equal 24. فأنا ما ينفعش number 2 أحله اللي هو y1 equal ينفع x2 ينفع ينفع over 1. بس ليه بقى؟ ما انا عندي ريليشن انا اقعد فيها وخلاص، ما انا عندي ريليشن اهي ما اقعد فيها وخلاص وانس معايا؟ ما هحللك ب y1 y1 تمام؟ ماشي، ما اقعد فيه بس خالص، y1 y2 أسهل بالنسبة لي. ما هي اسهل بس بتبقى رخمه مع الحاجات اللي فيها اكس بار 2 والكلام ده، تبقى اغلى شويه فاهماني؟ لانك مش هتقولي اكس 1 بقى، هتقولي اكس 1 باور 2 وهو اكس 2 باور 2، ولو نسيت باور 2 هتغلطي. الحل ده اسهل ويمشي لجميع المزايا. هو اقول لك اكس 1 واي 1 دي تنفع فين؟ لو جاب لك تيبل هوريها لك دلوقتي، بتبقى اسهل مع موضوع التيبل. انما مع المسائل دي الاسهل الحل ده. بس الحل التاني ده يمشي. معلش معايا؟ بس ده موضوع مايكو مباشر اكتر مع المسائل دي. وبعدين هو دايما يطلب فايند ذا ريليشن مع اكس 1 واي 1 والكلام ده، ما بتعرفيش تجيبي ريليشن كويس، ما بتطلعش معاك مظبوط. عايزه شغل شويه وعايزه احفظ حاجه كده، فمش طالب وجع دماغ يعني. هي دي بتحل كل حاجه وتجيب لي الريليشن وتجيب لي كل حاجه، فليه بستخدمها وخلاص؟ لو قال لي مثلا فايند واي لما الاكس ب 24، قصدي فايند اكس لما الواي ب 24، اه ما انا جاي اعمل كده الواي ب 24 ايكوال 32 اوفر اكس بار 2، ونعوض بقى نعمل كروس وخلاص. يبقى الاكس بار 2 ممكن اعمل كده اللي شابك مع اكس بار 2 24 خليها تحت، ونعمل 1 تايم 32 فوق. وبعد ما نطلع الانسر دي ناخد ايه؟ سكوير روت، عشان ايه؟ دي اكس بار 2. معلش معايا؟ معك. الحل بتاع اكس 1 واي 1 حلو في ايه؟ لما بيكون جايب لي تيبل، ساعات يجيب لي تيبل أفلاميش النهاردة حليتها بـ X1 و Y1 ديت، بالنسبة لي كانت أسهل. ما انا بقول لك، بس ما بيكونش فيها بار 2. مع بار 2 بتبقى ايه؟ اغلى شويه، بس هتجيب الريليشن ازاي؟ طيب المشكله هتجيب الريليشن ازاي؟ هتجيبي هتجيبي الفاليوز دي سهل، بس مع الريليشن هتبقى صعبه. انت معلش معايا؟ معاك. السؤال الاولاني ده هو لازم يقول لك فاين ذا ريليشن، يبقى رخمه معاك. لو واي 1 واي 2 كنت هعمل ايه؟ كنت هعمل كده اهو واي 1 اوفر واي 2 هتبقى اكس 2 اوفر اكس 1، بس اخد بالي من ايه؟ من الاكس هات جايه باور 2. معلش معايا؟ معاك. طيب واي 1 اول واي جايه في المساله ليه 8، واي 2 ثاني واي جايه في المساله، بقول لي اصلا فايند واي مش موجود، اكس 2 اللي هي ثاني اكس جايه في المساله اللي هي 20، اكس 1 اللي هي اول اكس جايه في المساله اللي هي 2، واعمل كروس واجيب. مش صعب ولا حاجه يعني، اقول له واي 2 ايكوال 8 تايمز 2 بار 2 اوفر 20 بار 2 وهي تحسب ايه. بس لما اجيب الريليشن هضطر استخدم الحل الاولاني، فليه بقى يبقى هو حل واحد وننجز؟ معلش معايا؟ معاك. طبعا هضطر استخدم الحلين، بس استخدم الحل الاولاني كمان مش هيحل كل حاجه وخلاص.
ماشي. طب لما نيجي نبص بقى مثلا ايه بقى، لو جاب لك تيبل بقى، تيبل يبقى الحل الاولاني اسهل معاك. التيبل ازاي؟ بص عامل لي تيبل كده بيقول لي هنا اكس وهنا واي، وبعدين يجيب لك هنا 2 4 يقول لك شوفي لي دي دايركت فاريشن ولا انفرس فاريشن. دي بيبقى اسهل مع بقى الحل اللي هو نسمي ده اكس 1 ونسمي ده واي ونسمي ده اكس 2 عشان دول تبع الاكسات، ونسمي ده واي 1 ونسمي ده واي 2. نجيب اكس 1 اوفر اكس 2 هنلاقيها طلعت 2 على 6 هتطلع 1 اوفر 3. نجيب واي 1 على واي 2 يعني ده على ده هنلاقيها طلعت ايه؟ 1 اوفر 3. طالما طلعت نفس الانسر يعني معنى كده ان اكس 1 اوفر اكس 2 طلعت ايكوال واي 1 على واي 2 يبقى ده ايه؟ دايركت فاريشن. سهله ولا صعبه؟ سهل. اه سهل. ده مع التيبل بيبقى اسهل الموضوع اكس 1 واي، مش عايز اجيب ريليشن بقى. تمام؟ طيب مع لو جاب انفرس تلاقيها بقى طلعت بس معكوس، يعني تلاقي مثلا جايب لك كده هيجيب لك نفس التيبل بس هتلاقيه عكسها لك، يعني جايب لك ايه؟ يعني دول مثلا جايين 268 تلاقي دول جاي لك 24 12. انت حتى هتلاحظ حاجه من غير ما تحل اصلا، تلاحظ الاكس عماله تزيد الواي عماله ايه؟ تقل صح؟ يبقى ده انفرس، ما هو ده واحد بيزيد واحد بيقل. لكن هنا الاكس عماله تزيد الواي عماله تزيد صح؟ طالما هما الاثنين بيزيدوا مع بعض او هما الاثنين بيقلوا مع بعض يبقى ده طيب معايا؟ بس هو الفكره بقى ساعات انا بحسب اكس 1 واكس 2 دي ليه؟ لان ساعات ممكن اعبي بالارقام ماشي دي بتقل بس اعمل لك كده لما تيجي تعملي ده على ده ديفايد وده على ده ما تلاقيش تطلع الاجابه مظبوطه، يبقى هي كده لا هي ماشيه دايركت ولا ماشيه انفرس. انت معايا اقصد ايه؟ يعني انا حددتها ان هي شكلها كده من الاول ان هي انفرس، بس عشان نتاكد ده اكس 1 ده اكس 2 ده واي 1 ده واي 2 ونطبق بقى نجيب اكس 1 اوفر اكس 2 كده وعلى 6 تلاقي 1 على 3. طب نجيب واي 1 على واي 2 24 على لا ثانية واحدة هيكون جايب لك ده مثلا 8 مثلا طلع 3. لو انا ملاحظ حاجة بصي طلعت نفس الإجابة دي بس معكوسة، وال 3 دي كانت 3 على 1 صح؟ طلعت نفس الإجابة بس معكوسة. معايا الرسالة مش معايا؟ معاك. يبقى في الحالة دي أقول له إيه؟ inverse variation، لأن كده معنى كده إن x1 over x2 مش ايكوال واي 1 اوفر واي 2، لا ده ايكوال واي 2 اوفر واي 1 عكسها يعني صح ولا لا؟ ايوه. وفي اسئله جايه في المواصل على موضوع التيبل ده. طيب الفكره اللي بعد كده بقى انه ساعات يجيب لي ايه؟ يوم قال لي if y equal a plus 2 دي فكره من الافكار برضه يوم قايل لي ايه؟ و a varies directly as x r2 وبعدين يوم قايل لي ايه؟ y equal مثلا 10 when x equal مثلا 4 وبرضه يقول لي find the relation وفايند ايه؟ find the relation وبرضه find x لما y بكذا والكلام ده.
نعمل ايه بقى؟ انت بتقول لي واي ايكوال اي بلس 4 صح؟ بقول لي طبعا فايند ذا ريليشن بتوين واي اند اكس. بتقول لي دي ايه؟ فايند ذا ريليشن بتوين واي اند اكس. طب انا بلاحظ حاجه، الريليشن دي مش بتوين واي اند اكس، الريليشن دي بتوين واي اند ايه؟ صح ولا لا؟ فيها واي وفيها ايه؟ ما فيهاش واي اكس. فقال لك لا، ما انا مديك معلومه على جنب اهي، بقول لك بصوا ايه فارز مع اكس بار 2؟ او من على جنب كده، هي ايه فارز مع اكس بار 2 دي؟ مش معناها ان الاي ايكوال ام اكس بار 2، صح ولا لا؟ طب ايوه وممكن اعوض بيها هنا؟ اه ممكن، يبقى واي ايكوال بدل الايه هكتب ام اكس بار 2 بلس 2. الريليشن بقت بتوين واي واكس اهي، ومشكلتي مع الام هجيبها. فاهمة حاجة ولا مش فاهمة؟ يعني بيديني معلومة كده. ألاقي أنا إن الـ A إيكوال إم إكس بار 2، أقوم أعوض عن الـ A هنا بـ إم إكس بار 2. خلاص بقت الريليشن فيها واي وإكس هي زي المسألة القديمة. يبتدي بقى يقول لي الـ Y بتم لما الـ X بتم. تمام، X 4 خلاص. خلي الـ X 2 عشان تبقى سهلة دلوقتي. طيب نبتدي نفكها بقى شويه. دي 2 بار 2 4، 4 تايمز ام 4 ام بلس 2 ايكوال 10. معلش معايا معاك. هنودي 2 بعكس الساين هنا، 10 ماينس 2 يبقى 4 ام ايكوال 8. نودي ال 4 دي بالديفايدد يبقى الام هتطلع ب 2. طالما جبت الام ارجع احطها فين؟ في الريليشن. ماشي، على فكره ممكن احطها في الريليشن دي. في الريليشن دي ما ممكن يقول لي فايند ذا ريليشن بتوين اي اند اكس، ايه نبقى نعوض بقى هنا فايند ذا ريليشن بتوين واي اند اكس، نعوض بقى هنا. بس هو دايما بيكتب الريليشن بين واي واكس اهو، يبقى الريليشن بتاعتي بقت واي ايكوال بدل الام 2 اكس باور 2 بلس 2. يبتدي يقول لي ايه بقى يا ستي؟ طب فايند واي مش عارف لما اكس مثلا 5، المهم معوضين خلاص. انما دي الريليشن. اها انت معلش معايا معاك. طيب ممكن بس اقول لك على كذا مساله كده تحلهم لي الموضوع ده. طيب اللي هي بتاعت اف، اللي هي بتاعت اف بلس 2 بي. كويشن نمبر 14 برضه دي فكره من الافكار. يقول لي ايه؟ يقول لي اف اي بلس 2 بي اوفر 6 ايكوال اي بلس 3 سي اوفر 3. وبعدين يقول لي بروف ذات A varies directly as C. هو اصلا بروف ذات A varies directly as C يعني ايه؟ يعني عارف عايزين نطلع ال A equal حاجه تايمز C، يعني عايزين نطلع ال A مثلا equal 5 C، ال A equal مش عارف 3 C، ال A equal half C. ما هو ده ال varies directly. فاهم اقصد ايه؟ يعني لو تلاقي اي حاجه من المنظر ده خلاص يبقى هي varies directly. ادي معناها. فاحنا هنشتغل مسالتنا عادي. هي انت جاي بتقول لي ايه؟ A plus 2 B over 6 equal b plus 3c over 6 over 3 صح؟ مش هي كده ولا انا كنت قايلها غلط؟ مظبوط. هنعمل كروس مالتيبليكيشن اكيد يعني. لحظه بس، هي ال 5c دي من فين؟ لا ده انا بقول لك احنا عايزينها تطلع حاجه زي كده، يعني ايه ايكوال نمبر في c؟ 5 3 هاف كده يعني. ادي معنى اثبت ان هي فيرس دايركت. طيب احنا هنشتغل مسالتنا طبيعي جدا، نعمل كروس مالتيبليكيشن. مش ال 3 بتتعمل تايمز هنا؟ في ناس 3 بتتعمل تايمز الاي وال 2 بي، صح ولا ايه؟ يبقى 3 اي بلس 6 بي. معلش معايا؟ معاك. خلاص اه، وال 6 بتتعمل تايمز هنا، فبتتعمل تايمز البي وتايمز 3 سي. ما تنساش وهتعملها تايمز البي وتنفضي 3 سي، نعملها تايمز فيهم هما الاثنين. طيب هلاحظ حاجه، بصي
مش 6 دي تتشال مع 6 دي، هما الاثنين زي بعض اصلا. طالما هما الاثنين زي بعض كده ممكن اشيلهم مع بعض على فكره. معايا؟ يبقى المساله بقت 3a equal 18c. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز a فارز مع c، يعني من الاخر ايه؟ عايز ال a equal حاجه c، نمبر وجنبه c. طب ما هو فعلا لو لقيت 3 دي بالديفايد اهو، مش تبقى ال a equal 6c؟ صح؟ اه خلاص. طب ما ال a equal number في c، يعني كلمه a equal اقول له a equal m c. طب a equal m c دي مش معناها ان ال a فارز مع c ولا لا؟ مش هي a equal m c دي يعني معناها a فارز مع c، صح؟ اه مش انا لما بقول لي a فارز مع c بقول له a equal m c؟ طب لما انا وصلت ال a equal number في c او m c يبقى a فارز مع c. بس سهله الفكره دي ولا صعبه؟ سهل. مفيهاش حاجة. دي برضو من الأفكار اللي ممكن يجيبها لي في يعني. طيب ممكن يجيبها لي بس عليا إيه؟ إيه لفة شوية، يعني يقول لي إيه مثلا؟ زي المسألة نمبر زي المسألة نمبر 18. مسألة نمبر 18 بس. لا خلينا في 16 عشان اخليك انت تحل 17. المسألة نمبر 16 16 دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكس بار 2 y بار 2 ماينس 6 اكس واي بلس 9 ايكوال 0. وممكن يجيبها لك ازاي؟ ممكن يجيبها لك كده اكس بار 2 بلس y بار 2 بلس 9 ايكوال 6 اكس واي، يديك المعلومه دي ويقول لك برضو بروف ذات ان ايه؟ ان اكس بارز مع واي. يقول لك بروف ذات ان y varies inversely as x. prove that ان y varies inversely مع x. مسألة من المسائل بسيطة جدا. هما قالوا ايه؟ طبعا دي لازم تخش جوه هنا، طالما دي ايكويشن فيها بارت كده دي لازم تخش جوه ونعمل فاكتورايز. يبقى انا هعمل ايكويشن كده ده يخش في النص هنا كده بلس 9 ايكوال 0، فابتدي اعمل فاكتورايز. طب اعمل فاكتوريال ازاي؟ مش دي اكس بار 2 واي بار 2؟ ممكن اعملها اكس واي وهنا اكس واي، لان الاكس بار 2 عباره عن اكس تايمز اكس والواي بار 2 عباره عن واي تايمز واي. طب هاجي على الماين اعملها 3 تايمز 3، صح ولا لا؟ الو ايوه فاكتوريال العادي الاكس بار 2 عملتها اكس واكس بس. انا حاسه الحته دي لخبطتني شويه. انا دخلت دي جوه معاهم خليتها زيرو ايكويشن. ليه خليتها زيرو ايكويشن؟ طالما المساله فيها اكس بار 2 واكس بس لازم دي تخش معاهم وتبقى ايكوال زيرو. مش تبقى نكسب في ناحيه بقى والوقت تبقى كانها كوادراتيك ايكويشن. معلش معايا؟ طب عملت لها فاكتورايز ازاي؟ الاكس بار 2 عملتها اكس تايمز اكس. طب الواي بار 2 عملتها واي تايمز واي. الترم الاولاني ده عملته اكس واي تايمز اكس واي. طب جيت على الاخير الماين عملتها 3 تايمز 3، فيها مشكله كده؟ لا. طيب الساينز بتعملها ازاي لو تفتكري؟ بتحطي النيجاتيف ده على الاولاني هنا وبتعملي ايه؟ او بمعنى صح لو الاخير بوزيتيف، لو الاخير بوزيتيف بتعملي الاثنين زائد شرط النص. فاكره الفاكتورايز ده؟ طيب مش كنت بعد ما اخلص بقول ايه؟ بقول مره ده ايكوال 0 مره ده ايكوال 0، يبقى مره اكس واي ماينس 3 ايكوال 0. وهو هو بقى مش هقول تاني اكس واي ماينس 3 ايكوال 0، هقول اكس واي ايكوال نودي 3 بأوبزيت ساين اكس واي ايكوال 3. في مشكله كده؟ لا.
طب هو عايز مين؟ واي فيرز معانا على اكس، يعني عايز الواي من الاخر. طب نجيب الواي ازاي؟ مش ممكن اودي الاكس بالديفايدد ولا ايه؟ يبقى الواي ايكوال 3 اوفر اكس. طب ما احنا عارفين ان الواي لما تكون نمبر على الاكس يعني معناها الواي فيرز انفرسلي مع اكس، او معنى صح ممكن نكتب له وراه على طول، يبقى معنى كده ان الواي ايكوال ام اوفر اكس، ودي اصلا معناها ما ام يعني 3 يعني، يبقى معنى كده ان الواي فيرز مع اكس انفرسلي. يعني من الاخر لو بيقول لي اثبت ان واي فيرز انفرس مع اكس، يعني انا عايز اثبت ان واي ايكوال نمبر اوفر اكس، عايز اطلع واي ايكوال نمبر اوفر اكس. واي فيرز دايركتلي مع اكس، عايز اطلع الواي ايكوال نمبر تايمز اكس. معلش معايا مايك بس مفيش حاجه يعني فكرة. دي فكره من الافكار دي. ماشي تعليت 4 و5 و9 تمام، بس دي كانت بص هي كانت واي ايكوال، جبت اللي هي بتاعت واي ايكوال ام روت اكس، فانت جبت الاكس بعد ما عوضت جبتيها بكام؟ جبتيها بهاف، يبقى واي ايكوال هاف روت اكس. بعد كده بقول لك الاكس ب 32، يبقى واي ايكوال هاف روت 32 بس، وطلع على الكالكوليتر هتطلع لك كام؟ 2 روت 2 بس. طيب تعالى على نمبر 15 ثانية. في بيج 57. طيب ماشي 15 كنت اعمل كروس مالتيبيكيشن بس مفيش حاجه يعني، اعمل كده واقول لي ايه؟ واقول لي واي ايكوال 21 اكس ماينس واي اوفر 7 اكس ماينس زد ايكوال كام؟ ايكوال واي اوفر زد. اعمل كروس مالتيبيكيشن اهو. في ناس عشان ما لخبطش في الكروس وعايز يعمل الزد تايمز ده، يقوم كاتب زد كده اهو ويكتب ده 21 اكس ماينس واي عشان بس ما يلخبطش، والواي عايز يعملها تايمز ده بيكتب كده اهو عشان ما ينساش، ويبتدي بقى الزد يعملها تايمز ده هيديله 21 اكس زد. طب الزد هيعملها تايمز ده هيديله واي زد، ما واي تايمز زد واي زد. طيب هنا الواي تايمز ده هيديله 7 اكس واي، طب الواي تايمز ده هيديله واي زد. طب واي زد موجوده هنا وهنا اهي، ممكن اشيلها من الناحيتين بس، يبقى المساله بقت 21 اكس زد ايكوال 7 اكس واي. طب ما انا ممكن اكنسل الاكس مع الاكس برضه، يبقى 21 زد ايكوال 7 واي. هو عايز ايه بقى؟ هو بيقول لي بروف ذات ان واي فارز مع زد، يعني انا عايز الواي لوحدها. طب انا وصلت لان 21 زد ايكوال 7 واي، انا عايز الواي لوحدها خلاص، نودي ال 7 دي بالديفايد ده، دي جت كتير جدا في امتحانات قبل كده يعني، يبقى الواي ايكوال 21 اوفر هتطلع 3 زد، يعني ممكن اقول الواي ايكوال 3 زد. طب جبنا الواي ايكوال 3 زد خلاص، يعني اقول له الواي ايكوال كونستانت تايمز زد، يعني معناها واي فارز مع زد بس خلاص، طالما طلعت الواي ايكوال نمبر تايمز الزد خلاص بس، هي دي فكرتها يعني. طيب تعالى بعد كده نمبر 17. نمبر 17 دي برضه جت في امتحانات كتير قبل كده. هو بيقول لي 4a بار 2 بلس 9b بار 2 ايكوال 12ab.
طالما ان ال 12 اي بي طالما ان عندنا ده في بار 2 وفي عندي ايه من غير بار 2 ودي بي بار 2 ودي بي من غير بار 2، ده لازم يدخل في النص هنا بين دول الاثنين، يعني يبقى 4 اي بار 2 ماينس 12 اي بي يخش طبعا بأوبوزيت ساين بلس 9 بي بار 2 ايكوال 0. يعني لازم الترم ده يبقى اي بار 2، الترم ده بي بار 2، الترم اللي في النص اي بي من غير باور خالص. ببتدي اعمل فاكتورايز سهل، يعني اعمل ايه؟ ال 4 عاملها 2 تايمز 2، الاي بار 2 عاملها اي تايمز اي بس. ده بالنسبه للترم ده. بنعمل فاكتورايز للترم الاخير. ال 9 هعملها 3 بي تايمز 3 بي لانها 9 بي بار 2. طيب بالنسبه لو الاخير ده بوزيتيف يبقوا الاثنين زي النص، يعني نيجاتيف نيجاتيف. تمام. بقوم قايل ايه بقى؟ هو البراكت مكرر مرتين، انا هتكلم على واحد منهم بس، اقول 2a minus 3b equal 0. مش لازم بقى اقول الثاني equal 0 برضه يعني. طيب هنودي دي الناحيه دي، يبقى 2a equal positive 3b. عايزك تذاكر دي كويس لانها بتيجي في الامتحانات. طيب prove that a varies directly as b، يعني هو عايز الايه من الاخر؟ ودي ال 2 دي بالديفايد. يبقى a equal 3 over 2b. طالما الاي طلعت ايكوال نمبر تايمز بي كده، يعني معناه ممكن اقول له اي ايكوال ام بي، وبناء عليه اي فارس دايركتلي مع بي بس. خلاص اقول له في الاخر دير فور اي فارس دايركتلي مع بي بس. يبقى كده انا اثبتها. طيب دي كانت نمبر كام؟ 17 صح؟ 17. طيب نشوف بقى بتاعت نمبر 26 كده. نعم. بقول لك نشوف نمبر 26. 26 كان بيقول ايه؟ اه 26 دي برضه جت قبل كده، يعني من كتاب المدرسه وفي نفس الوقت جت في امتحانات كتير قبل كده. هي فكرتها ايه؟ بيقول لي y equal a minus 9. y equal a minus 9، هو مديني المعلومه دي. وبعدين راجع يقول لي ان ال y varies مع 1 over x power 2. ال y نفسها varies مع 1 over x power 2. طب ما دي معناها ان ال y equal m over x power 2. اللي هي المعلومه اللي على جنب دي، معناها ان انا بشتغل على معلومه ال varies. الواي فارز مع 1 اوفر اكس بار 2 يعني معناه هو ايكوال ام اوفر اكس بار 2. طيب نقوم واخدين دي بقى نعمل بقى سبستتيوشن. يعني نقول له ايه؟ بدل الواي نكتب ام اوفر اكس بار 2 ايكوال اي ماينس 9. بس. طيب بيقول لي ايه بقى؟ شوف بقى المعلومات اللي مديها. بيقول لي ايه ايكوال 18 لما الاكس 2 على 3؟ طب نعوض ال a ب 18 وال x ب 2 على 3 ف m نعوض عن ال x ب 2 over 3، وانا هدفي اجيب ال m على فكره. ها طيب اسمح لي وال a equal 18. طب عايزين نحل دي سهله. m انا ممكن اسيب دي زي ما هي كده، زي ما هي كده 2 over 3 بار 2 كده equal 18 minus 9 يديني 9. طب مش انا لو عايز الام بودي دي بالتايمز الناحيه الثانيه اهي، يبقى الام ايكوال 9 تايمز 2 اوفر 3 بار 2. لو جبت دي على الكالكوليتر هيطلع الام ب 4. طالما جبت الام ب 4 يفضل ان انا اعوض بيها في الريليشن دي وفي الريليشن دي. يعني انا لو عوضت بيها في دي هتبقى كده، هتبقى 4 اوفر اكس بار 2 ايكوال اي ماينس 9. وفي الحاله دي هتكون الريليشن دي بتوين مين؟ كده الريليشن دي هتبقى بتوين A و X. A and X. فلو طلب مني ريليشن بتوين A and X اهي. طب ممكن يطلب مني ريليشن بتوين Y and X، يبقى انا هقعد عن ال M هنا برضه. Y equal 4 over X power 2. دي لو طلب الريليشن بتوين y and x. احنا نشوف هو طالب انهي ريليشن. هو طالب
find the relation between y and mean عشان مش باين عندي. نعم شوفي كده بقول find the relation between mean and mean y and mean between y and x اهي انا جبت ال m هو طالب between y and x اهي ما حسب اللي هو طالب طالب between a and x اللي هي دي هي الفكرة كلها ايه relation يعني ايه يكون relation between a and x يعني يكون عندك equation فيها a و x ومعهمش numbers تانيين معهمش letters تانيين اهي طب relation between y and x يكون عندك equation فيها y و x ومعهمش letters تانيين اللي هي دي طيب بعد ما جبت relation between y and x قال لي then deduce the value of y when x equal 1 خلاص ما اقعد في دي بقى مش في دي هو لو كان طالب y هات لي x لما a بكذا كنت عوضنا في دي هو طالب y لما x equal كذا خلاص ما اقعد في دي يبقى y equal 4 وال x بكام؟ ال x ب 1 كذا يبقى y equal 4 سهلة ولا صعبة؟ الو؟ سهلة مفيهاش حاجة هي الفكرة بس إن فيها اتنين ريليشن واحدة ما بين A و X أيوة أيوة واحدة ما بين Y و X بس أنا لقيته طالب الريليشن بتوين Y و X فكملت في دي والله طالب الريليشن بتوين A و X مكمل في دي بس تمام وساعات يقول لك الـ A ده is constant constant يعني ما تعوضش عنه بحاجة أو حتى لو كاتب لك أهو A is constant يعني معناها سيب الـ A ما تعملش فيه حاجة ساعات يقول لك كده تمام يبقى كده الدرس ده خلص الحمد لله المرة الجاية بقى نكمل الحتة اللي كانت فضلنا في ال يا إما ناخد جيومتري يا إما نكمل الحتة اللي كانت فضلنا في الفضل اللي هيعجبك يعني نخلص الألجبرا ها؟ نخلص الألجبرا أحسن خلاص ماشي نكمل الحتة اللي كانت فضلنا في الفضل بس كده أنت مع المدرسة بقى كده يعني هم لو جم يشتغلوا على الدرس ده يبقى أنت قاعدة فاهمة معانا عشان برضه ما بقاش إحنا إيه بعاد عنهم خالص وفي نفس الوقت نكمل الحتة اللي فضلنا في الألجبرا وبقى خلص تمام طيب سلام عليكم سلام